واحد. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، في مقطع آخر من دروس السنة أولى علوم تجريبية، وكذلك تلميذة السنة أولى بكالوريا علوم رياضية خيار فرنسي. اليوم إن شاء الله غادي نطرق سكون أبيل المحور ديال ليتود ستاتيستيك دي كونستيتيون دي سيديمون، سيتادير ليتود ستاتيستيك الدراسة الإحصائية دي كونستيتيون دي سيديمون، يعني المكونات الرواسب. دونك هذا المحور هذا هو كيندرج في إطار الدرس الأول اللي كنا شفنا من قبل، la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée، يعني إنجاز خريطة الجغرافيا لمنطقة معينة، واللي بدوره كذلك كيندرج ضمن الوحدة الأولى اللي هي لي فينومين جيولوجيك إكستيرن، اللي هي الظواهر الجيولوجية الخارجية. دونك إن شاء الله في هذا المقطع غادي نطرقوا للدراسة الإحصائية، وهاد الدراسة الإحصائية باش نديروا الدراسة الإحصائية خصنا نطبقوا واحد التقنية تسمى بتقنية الغربلة. ولكن قبل ما نطبقوا هاد التقنية ديال الغربلة غادي نحضروا بيان سور، غادي نحضروا الرمل، حيتاش الرمل ما كيكونش وحده بيان سور لي معزول. مثلا الا خدينا واحد لي شونتيون دو صاب ما غنلقوهش بوحدو، يعني خاصنا نديرو سكون ابل اون بروميي طون. غادي نديرو غنبداو بريباراسيون دو صابل، يعني تحضير الرمل، يعني خصنا نعزلو الرمل يكون بوحدو، حيت الرمل كيكون مخلط مع مواد اخرى. بالنسبه لي زيتاب ديال لا بريباراسيون دو صابل، اون بروميي ايتاب ميتر لي شونتيون دو صابل ا ايتوديي دون ان تامي دون لو ديامتر دي ماي اي 1 سور 6 ملليمتر، بوي لافي لي شونتيون avec de l'eau courante pour éliminer l'argile et le limon. Donc, هنايا فهاد ليطاب شنو كنقصد بها؟ انا اخذ واحد العينه ديال الرمل، ايشونتيون دو صابل، عينه من الرمل، وغادي نوضعوها دون ان طامي. طامي هو غير بر، عندكم مصطلحات والترجمه ديالهم الا بتاخذهم عندكم. دونك كنوضعوها في واحد الغربال دون لو ديامتر دي ماي. بالنسبه للديامتر دي ماي سيتادير يعني القطر ديال العيون ديال هاد الغربال، القطر ديال العيون ديال هاد الغربال خصو يكون بيان سور كيساوي 1 على 16 مليمتر، باش ما يخليش الرمل يمر لينا من هاد الغربال، ويخلي الاشياء اللي اقل من 1 على 16 تمر من الغربال. بوي الاف لي شونتيون، يعني كنغسلو هاد لي شونتيون افيك لو كورون pour éliminer، الهدف من اننا كنغسلوا هاد لو صابل بلو هي اننا كنديروا الازاله، ايليميني لارجيل، لارجيل هو الطين، اي لو ليمون يعني الطمي. اول حاجه كناخذوا هذا الرمل بحال كنغسلوه بالماء، داكور، ملي كنغسلوه بالماء الهدف من اننا نغسلوه بالماء هو اننا نديروا الازاله ديال الطين والطمي. ابري في دوزيام ايتاب se débarrasser du calcaire en utilisant ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique, HCl, et de la matière organique en utilisant l'eau oxygénée. Donc débarrasser un bien sûr un comme que délicat, bel isola et ديال او تخلص من مواد اللي كتكون مختلطه بالرمل، اللي من ضمنها كاين الكالكير باضافه لاسيد كلوريديك. اي فوا كنضيفو لاسيد كلوريديك كيمشي لينا الكالكير كيحيد، داكور. اي بوي اون اجوت لو اوكسيجيني، الماء الاوكسيجيني، بهدف ازاله لا ماتيا اورغانيك، الماده العضويه، وهكذا كنكونوا حصلنا على واحد لي شونتيون بيان سور فيه كو دو صابل، فيه غير رمل بوحدو. Après la préparation du sable, on va voir bien sûr le tri des grains du quartz. غادي نطبقو هنايا تقنية الغربلة، ce qu'on appelle tamisage. Donc, les étapes ديال هاد التقنية هادي هو أننا كناخدو chez Elva, bien sûr chez C, l'échantillon du sable, puis mettre 100 grammes de cet échantillon dans un le tamis supérieur d'une série de tamis. يعني كناخذوا هذاك لي شونتيون اللي خدينا ديال الرمل وكنوضعوه في واحد
ce qu'on appelle, ce qu'on appelle série des tamis. هذه السيري دي طامي عندي مجموعه من الغرابيل يعني سلسله من الغرابيل. كنحاولوا ان نوضعوا هذا لي سونتيون ديال الرمل في الغربال الاول اللي في الاعلى داكور. هاد الغرابيل باش كيتميزوا كيكون واحد فوق واحد فوق واحد داكور. هاد الغرابيل باش كيتميزوا هو انهم لي ماي ديالهم يعني العيون ديامتر ديال العيون ديالهم يتناقص داكور. لي ماي دي تامي سون دي كرواسون بيان سور دو هو فير لو با يعني من الاعلى الى الاسفل. القد ديال العيون ديال هاد الغرابيل يتناقص يعني عندما نضع هنا كنوضعوا الرمل بوي اجيتي لي تامي بار فيبراسيون داكور. غادي نخليو التحريك ديال هاد لي تامي بار سكون ابيل لا فيبراسيون سيركولاتوار pendant 15 minutes. Puis bien sûr غادي الى حيدنا هاد لي طامي كل واحد بوحدو غنحصلوا على واحد الكميه معينه في شاك طامي. كل طامي غيكون فيه واحد الكميه معينه ديال الرمل. Par la suite on va peser le refus de chaque tamis et déterminer le rapport à la masse totale de l'échantillon total. يعني كل غربال هاد الغرابيل par exemple مثلا عندي انا هنايا خمسة ديال الغرابيل. دونك عندي خمسة الغرابيل كل غربال غادي نعزلو غنلقاو فيه واحد الكمية معينة ديال الرمل. هذيك الكمية المعينة ديال الرمل غادي بيان سور غادي نوزنو هذيك الكمية المعينة ديال الرمل وكل غربال غيكون فيه الديامتر ديالو و او ميم طون غيكون فيه الكمية ديال الرمل. كل غربال غنلقاو فيه واحد الكمية معينة ديال الرمل. باغ لا سويت غيكون بيان سور هاد لي ريزولتا غيكونو ممثلين بحال هاد الشكل. Donc, le résultat concernant le refus et le refus cumulé des différents tamis devient être présenté sous forme de tableau comme le suivant. Donc, ce que tu as, tu as les diamètres en millimètres. C'est-à-dire que tu as les diamètres. Nous avons dit le diamètre, c'est le diamètre de cette grabille. Par exemple, nous avons le diamètre, nous avons dit que nous avons un diamètre. غادي وكينقص من الاعلى الى الاسفل جوج واحد واحد على جوج واحد على اربعة واحد على ثمانية واحد على 16 غادي وكينقص القد ديال الغرابيل. كيعطوكم لا ماس دي غرام غالبا كيعطوكم لا ماس دي غرام اون غرام. دابا كيعطيوها لكم بالغرام وكيطلبوا منكم يعني بزاف ديال لي بروف كيطلبوا الحساب ديال لا ماس دي غرام اون بورسون. كيقول لك احسب لا ماس دي غرام بيان سور كالكولي لا ماس دي غرام اون بورسون. نفترضوا اننا هنا عطاونا لا ماس دي غرام بيان سور بالغرام اون غرام داكور. عطاونا بالغرام وقال لي نحسبوا بالبورسون. شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غندير العلاقه الثلاثيه. دائما كنشوف لي شونتيون لا ماس توتال ديال لي شونتيون. هذاك لي شونتيون ايبوز بيان سور مثلا 100 غرام يعني الكميه الاجماليه ديال داك لي شونتيون اللي خديت ديال الرمل. ديك الكميه الاوليه ديال الرمل شحال خديت؟ مثلا باغ اكزومبل هنا درت لكم مثال هنا 100 غرام. 100 غرام كوريسبوندون 100% كتمثل ليا 100%. مثلا عطوني انا في الدياميتر الاول في اول غربال عبروا بيان سور ديك الكميه ديال الرمل مثلا لقاو 2 غرام داكو. 2 غرام كوريسبوندون اكس غادي نحسبوها اكس اللي تيغال العلاقه الثلاثيه. تو سامبلومون غنشد ديك 2 غرام بيان سور فوا 100 سور 100 اللي هي 20%. يعني الا بتحسب لا ماس ديال لي غران اون بورسون داكو. هادي علاقه لا ماس دي غران اون بورسون. شنو كندير؟ لا ماس ديال لي غران بالغرام وكنضربها في 100 وكنقسمها على لا ماس توتال باش نخرج سكون ابيل لا ماس دي غران اون بورسون باش نحصل على هاد بتيت ا بي سي دي وانسي دو سويت. حيت غالبا بيان سور كتعطى في الحساب كنحسبها بالعلاقه الثلاثيه. وبهاد العلاقه لا ماس بالغرام اللي كيعطيها كتعطى في الجدول كنضربها في 100 وتنقسمها على المجموع بيان سور الكميه لا ماس توتال. باغ لا سويت غادي نحصلوا على لا ماس دي غران اون بورسون داكور. غنمشيو لا ماس دي غران لا ماس كومولي هذه الكميه التراكميه بالبورسون. كيفاش كنحسبوها؟ بالنسبه لاول خانه كنحطوها كيف ما هي بتيت ا بتيت ا داكور. الخانه المواليه كناخذوا هاد الكميه ديال الغران بتيت بي وكنضيفوا عليها الكميه اللي قبل يعني بتيت ا بلس بي.
بالنسبه للخليه الثالثه دونك غندير فيها السي، غنوضع السي وغادي نضيف بيان سور الكميه اللي قبل منها، يعني هاد الكميه اللي كاينه هنا اللي هي ا بلس بي، داكشي اللي خرج لك هنايا غضيفو للسي داكوغ، وغتحصل على الكميه التراكميه. مثلا في الخانه المواليه غنشد هاد الكميه كلها اللي حصلت عليها هنايا وغنضيفها للدي، وعندي السي دو سويت. عاوتاني هنايا لا ميم شوز، هاد الكميه كلها اللي حصلت عليها هنايا غنزيد عليها او، ونحسب ديال المجموع، وغادي نحط الكميه التراكميه وانسي دو سويت، حيتاش الحساب هنا مهم. الا غلطتي في الحساب غادي تغلط بيان سور في التراساج ديال لا كورب، غنجو لا كورب بيان سور دو فريكونس ولا كورب كيميلاتيف، يعني الحساب مهم جدا. هذا فيما يخص الطريقه ديال الحساب ديال بيان سور لا ماس دي كان اون بورسون ولا ماس كيمولي اون بورسونتاج. بار لا سويت on va bien sûr représenter ce qu'on appelle le résultat. On va représenter sous forme d'un diagramme ou bien ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe de fréquence. L'histogramme, c'est-à-dire midrage. Midrage à l'échelle amida. D'accord? Et la courbe, c'est monhana. Monhana, à taradoudat. اول حاجه انطلاقا من هذيك النتائج اللي حصلنا عليها، الحساب اللي غتكونوا حسبتو، غادي يطلب منكم في السؤال الرسم ديال مدراج ومنحنى الترددات كنا بال ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس. وهذا الشيء اللي كيكون في الفروض بيان سور، الحساب اي لا ريبريزونطاسيون دو ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس او لا كورب كيميلاتيف. حنا غنبداو بلا كورب دو فريكونس. دونك الطريقه ديال الرسم، طريقه الرسم في لا كورب الاول كنديرو هنايا في محور، هنا عندي جوج المحاور كنرسموهم داكوغ، في محور ديال الافاصي شنو كندير؟ دائما دائما ما كنبدلوش محور الافاصي، كندير ديامتر لي غان اون بورسون. الا رجعنا هنا راه ديجا عطينا ديامتر، ها هو كيتعطى ديامتر دي ماي ولا دي غان اون مليمتر داكوغ، كيف ما مكتوبه انت غتهزها وتكتبها في محور ديال الافاصيل. هاي ديامتر دي غران او مليمتر، كيف ما مكتوبين هذيك لي ديامتر انت غتهزهم، ما غدير حتى شي حاجه، غادي كيف ما محطوطين غادي تحطهم نتايا من هنا حتى لهنا، يعني بشكل اللي هو تناقصي، غتكتب جوج واحد واحد على جوج وانسي دو سويت. باغ لا سويت شنو غادي ندير في هاد لاكس داكوغ، في هاد المحور ديال الافاصيل، غندير لا ماس دي فراكسيون اون بورسون او بيان لا ماس دي غران اون بورسون. غندير هادي داكوغ، لا ماس دي غران اون بورسون هادي اللي حسبتي ولا كتعطى لك، يا اما كتعطى لك يا اما كيقول لك الاستاذ ديالك حسبها. لا ماس دي غران اون بورسون غادي نحطها داكوغ. باغ لا سويت مثلا هنا عندي 0.4، كنشوف 0.4 القيمه ديالها كويسبوندون شحال، مثلا هنايا مشيت ب 10 20 30 40، هنايا بالنسبه السلم اللي كتمشي بيه على حساب القيم اللي عندك. الا كانت قيم اللي هي كبيره غنمشي ب 10، كانت قيم اللي هي صغيره جدا غنمشي بجوج، كانت قيم اللي هي متوسطه غنمشي بخمسه داكو. هنا مثلا 0.4 باغ اكزومبل، هنا تقريبا راه جايه، تقريبا جايه بجوج 0.4، غندير 0.4 وغندير لانتيرسيكسيون ما بين 0.4. مثلا في لاماس ديال لي غران عاطيني مثلا هنايا جوج، غندير لانتيرسيكسيون ما بين 0.4، ندير بهذا الشكل ونرسم داكو. مثلا 0.31 لاماس دي غران حسبتي ولا عطاها لك الاستاذ ديالك، 0.31 كويسبوندون هنايا تقريبا جايه في 9، صافي هاي 0.31 غنديرها قبلها مع 9 ونهبط على شكل مدراج على شكل مستطيلات. شو مثلا 0.25 لا ماشي شوز حتى هي، مثلا 0.25 هنايا مقابله مع 50%، حسبوا لا ماس دي غران لقاو 50%، 0.25 غنمشي هكا ونرسم مقابله مع 50% وغادي نهبط داكوغ. باغ لا سويت 0.2 حتى هي لا ميم شوز، هنا 0.2 تقريبا هنايا جايه مع 15 دونك 0.2 مع 15، وانسي دو سويت حتى كنسالي. الا كانت صفر راه كنرسمها، كندير واحد الخط هنا في الصفر. هذا هاد المربعات ولا هاد المستطيلات اللي كتشوفوا فيهم كيتسمى ليستوغرام مدراج. دابا بقى لي لا كورف دو فريكونس. لا كورف دو فريكونس كنجي لكل مستطيل كناخذ المنتصف ديالو، كنحدد المنتصف
ديال كل مستطيل بهذا الشكل هذا المنتصف هكا منتصف، وكنربط ما بين هاد النقط، سواء الا كنت قادر تربطهم بايدك يعني دون فاصون هي كوريكت مزيان، ما كنتيش من الاحسن نربطهم بالمسطره داكو. كنربط ما بين مختلف النقط ماشي لون مختلف بيان سور، هذا هو سكون ابيل لا كورب دو فريكونس، وكندير العنوان ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس دائما في اي في هاد لا ريبريزونطاسيون دو ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس، راه كل حاجه بيان سور كتحسب. هنا نكتب لا ماس دي غران اون بورسون، هنا الديامتر دي غران اون مليمتر، وهنا العنوان ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس. واضح هذا هو كيفاش كنرسم بيان سور سكون ابيل ليستوغرام اي لا كورب دو فريكونس. بالنسبه لا كورب دو فريكونس وا غادي يخرج لكم عنده بهذا الشكل هذا، يعني الا لاحظتوا مثلا هنا عندي دي زيكزامبل، هنا عنده قمه واحده، هنا كذلك قمه واحده، هنا شنو كيتسمى في هذه الحاله هذه لا كورب دو فريكونس اوني مودال، يعني وحيد المنوال. ملي كتكون عندها قمه واحده كنقولوا وحيد المنوال. واذا لاحظتوا هاد بيان سور بالنسبه لهاد لا كورب دو فريكونس هنايا شاد ليا واحد يعني واحد لا بارتي اللي هي ماشي واسعه، واحد لا بارتي اللي هي ضيقه، يعني ما واخدش ليا كاع لي ديامتر، يعني يعني واخد ليا الديامتر من دو حتى 0.08 داكو، واخد واحد القيم اللي هي ما واخدش ليا يعني على طول هاد لي ديامتر. هذا كنسميوه سكون ابل كورب دو فريكونس بيان سور هنايا اتروات، عندكم هذا وهذا، حيتاش واخد ليا غير قيم اللي هي ماشي صغار، ولكن ما واخدش لي واحد المجال اللي هو كبير، ما واخدش لي ماشي بحال هذا. الا حطوا هاد لاكوب هذا راه مرسوم على الطول ديال هاد لي ديامتر، قال لي ديامتر تقريبا راه هما حاضرين وممثلين بواحد لاماس دي غران اون بورسون، يعني مرسوم على الطول هاد دياغرام ديامتر او مليمتر. هذا كيتسمى لارج يعني واسع، مرسوم على هاد الرسم كله، وهاد هادو بيان سور بجوج بيهم كيتسموا اتروات داكو. هنا اللي تعقلوا عليه ان لا كورب دو فريكونس هنا راه وحيد المنوال، ملي كتكون عنده قمه واحده، ملي كتكون عنده جوج القمم مثلا بحال هنا، ها هي القمه الاولى والقيم بيان سور القمه الثانيه، القمه يعني كنقولوا هنايا بيمودال ثنائي المنوال، الا كانت عنده اكثر من قمه كنقولوا ملتي مودال متعدد المنوال. دونك غنمشيو لاناليز ديال لا كورب دو فريكونس داكور. لا كورب دو فريكونس هاد لا كورب دو فريكونس كيكون سوا اوني مودال او بيان بلوري مودال او بيان بي مودال، يا اما كيكون بالنسبه المنحنى التردد يا اما كيكون وحيد المنوال كيف ما قلت عنده قمه واحده، ولا هنايا نسيت اما بيمودال يعني ثنائي المنوال، ولا بلوري مودال يعني متعدد المنوال. دابا غنديرو لاناليز، الا قالك اناليزي سو كورب انت رسمتي لا كورب مزيان اكزاكت فهمتي كيفاش كترسمو، دابا قالك اناليزي سو كورب داكو اللي هو لا كورب دو فريكونس. اون فوا كيكون اوني مودال اوتوماتيكمون ولا سابل اوموجين، يعني كيكون الرمل متجانس، كيكون رمل متجانس. غير هاد لا كورب اوني مودال سوا كيكون اتروات او بيان لارج. اتروات غنرجع وتشوفوا اتروات كيفاش داير، اتروات كيكون ما كيكونش قلنا كيف ما قلت لكم ما كيكونش على مجال اللي هو واسع، كيكون فيه غير مرسوم على واحد المجال اللي هو صغير، يا اما في قيم صغيره ولا في مرسوم على قيم كبيره، هذا كيتسمى اتروات. هادو بجوج بهم كيتسموا اتروات يعني ضيق، ولا كيكون لارج يعني مرسوم على طول هاد الديامتر ديال او مليمتر. نرجعوا يعني الا كان اوتوماتيكمون اتروات كنقولوا بيان سور لو سابل اوموجين اي بيان كلاسي، يعني مرتب جيدا. اون فوا يكون لا كورب اون مودال اي اتروات كنقول سابل اوموجين اي بيان كلاسي. بالنسبه لهاد اتروات اللي هو ضيق، يا اما كيكونوا فيه دي غران فين او بيان دي غران غروسيير، نمشيو باش نعرفوا الاصل ولا لو ميليو ديال هاد لو سابل، يعني منين جاينا هاد الرمل. الا كانوا فيه لاحظوا معايا في هذا الشكل هذا،
القيم هنا عندي قيم اللي هي كيفاش دايره هنايا، غادي بشكل تنازلي داكو، هنا غادي بشكل تنازلي، يعني عندي لي غران غروسيغ هما الاولين، الا كانوا فيه لي غران غروسيغ غنشوفو لو ميليو ديالو، الوغ كو الا كانوا فيه دي غران فين، الا كانوا دي غران فين او مايا، من هنايا من 0.31 حتى تقريبا 0.08، الا كانوا هادو كتسمى حبيبات اللي هي دقيقه داكو، الا كانوا دي غران فين راه كنعرفو ان لو ميليو ديالو بيان سور صحاريا او ميليو ديزارتيك، يعني هذا الرمل هو رمل صحراوي، هادشي اللي دير لكم في هاد الخطاطه هادي كيكون رمل صحراوي. الا كان لي غران غروسيغ يعني ممثل في حبيبات ذات قد اللي هو كبير، كنقولوا ان الرمل راه هو شاطئي بحال هاد الشكل هذا. هنايا لاحظتوا هنا عندي دي غران غروسيغ، عندي حبيبات رمل القد ديالها كبير، هو اتخوات هنا اون موطال اي اتخوات او كونتيان اللي كونستيتوي كو دي غران غروسيغ، دونك لو ميليو هنايا اتيديي ولا هاد لو سابل، هاد لو سابل اوتوماتيكمون سابل بيان سور دو لا بلاج، يعني اللي هو ديال البحر. الا كان اوني هنايا عندي اوني مودال اي اتخوات اي كونستيتوي اسونسيلمون دي غران فين، يعني كتكون من حبيبات رمل هي دقيقه، اوتوماتيكمون هاد لو سابل راه كيتسمى رمل صحراوي، واضح. وبالنسبه لهذا راه اتخوات، هذا باردون راه لارج، هذا الرسم هذا راه هو بي مودال اللي لاحظتو و اي لارج. في الحاله الا كان اوني مودال وكان لارج راه مال كلاسي، ولو سابل راه هنا فلوفياتيل الرمل ديال بيان سور نهري. باغ سويت الا كان لاكورب مثلا بيمودال يعني الثنائي المينوال او متعدد المينوال، شنو كنقولوا؟ لو سابل ايتيروجين اي نون كلاسي، يعني هنا الرمل غير متجانس وغير مرتب، اوتوماتيكمون ميليو فلوفياتيل وسط نهري. يعني اللي تعقلوا في هادشي كله اللي قلت انا، الا قال لك اناليزي لا كورب دو فريكونس غتقول اذا كانت قمه واحده غتقول اون اوبسيرف كو لا كورب اي اون مودال، دونك لو سابل اوتوماتيكمون اوموجين، الوغ كو الا كان اكثر من قمه مثلا كانوا جوج القمم ولا اكثر غنقول اوتوماتيكمون لا كورب اي لي بلوري مودال، اوتوماتيكمون لو سابل ايتيروجين يعني رمل غير متجانس. هذا فيما يخص تحليل بيان سور لا كورب دو فريكونس. Maintenant, on va passer بعد ما شفنا منحنى التردد سوف نمر الى ce qu'on appelle l'histogramme et la courbe cumulative par la suite. Pardon. Ce qu'on appelle la courbe cumulative. هذا ميد هنا لا كورب منحنى التراكمي، مدراج ومنحنى التراكمي. نشوفوا الطريقه ديال الرسم ديال هاد لا كورب كوميلاتيف. بالنسبه لا كورب كوميلاتيف كيتابع هو لا كورب دو فريكونس فاش ديامتر، الديامتر دائما كيبقى في محور الافاصيل، دائما كنديروا الديامتر او مليمتر، كيف ما محطوطين عندك في الجدول غتحطهم جوج 1.6 واحد واسي دو سويت، كيف ما محطوطين انت كتحطهم، يعني الا حطو غادي وكيتناقص الديامتر. الوغ كو هنا اللي كيتغير غير كندير لا ماس دي غان اون بورسون، لا ماس دي غان اون بورسون هنا كندير لا ماس بيان سور كوميلي، كندير لا ماس كوميلي هنايا داكور، لا ماس نرجع لذاك الجدول هاي، شنو كندير في المحور ديال الاراتيب كندير لا ماس كوميلي اون بورسون، يعني كندير هاد القيم هادي. ودائما بالنسبه للسلم اللي كنمشي به في هاد لا كورب كوميلاتيف في المنحنى التراكمي كنمشي ب 10 10 20 30 انسي دو حتى كنوصل ل 100 داكور. دابا غندوزو للتمثيل. التمثيل مثلا في 2 لقينا الصفر راه غندير الصفر، باي اكزومبل مثلا في 1.6 لقينا الصفر غندير الصفر، في 1 مثلا لقاو هنايا في 1 تقريبا 5 غنرسم 5، غنمشي لصفر 0.8 وغادي نشوف شنو كيقابلها 0.8 مثلا هنا 15
داكو غنمشي هنا ل 15، غير هنايا عوض ما غادي ننزل بداك المستطيل حتى لتحت كناخد من اخر ضلع ديال هذا المستطيل، كناخد من اخر ضلع وكنرسمه بهذا الشكل هذا، اخر ضلع وكنرسم داكو هنا 0.63 انا مش رجعت. يعني كنشوف المقابل ديالها شحال، مثلا 30% غندير 30% غنرسم غنمشي 30%. غير هنايا لاحظتوا عوض ما كنزل بحال لاكوب لاخر دو فريكونس ما كنزلش، كنحبس حديت اخر ضلع ديال اخر مستطيل عندي ولا اخر مربع عندي وانسي دو سويت. مثلا 0.5 هنا تقريبا معايا تبقى بلا مع 60 60%، غنرسم 60% مقابله مع 0.5 داكوغ 60% وصلنا بهذا الشكل. غير هو قلنا ما كنزلش، كان بيان سور كنهبط وكنسد هنايا هاد المستطيل هذا انطلاقا من اخر ضلع ديال المستطيل اللي رسمت اللي قبل منه وانسي دو سويت حتى كنكمل. هذا اللي رسمت بيان سور كيتسمى غير ليستوغرام كوميلاتيف، مازال ما رسمتش لاكوب. لاكوب دائما كندوزو من باردون كندوزو من المنتصف، دائما كيدوز من الوسط، الوسط ديال هاد المربعات دائما من الوسط ديالهم. يعني بحال كناخد مثلا هنايا خديت هاد النقطه، كناخد هاد النقطه الاولى والنقطه الاخرى ديال المربع باش يدوز من الوسط ديال داك المربع، عاوتاني النقطه الاولى النقطه الاخرى النقطه الاولى النقطه الاخرى وانسي سويت حتى كندوزو من الوسط ديال هاد المربعات. وهنايا غادي نحصلو على سكون ابيل ليستوغرام اي لا كورب كوميلاتيف. داكوغ هنا هاد ليستوغرام اي لا كورب كوميلاتيف بيان سور اون فا ديتيرميني، فاش غادي يفيدني هاد لا كورب؟ On va déterminer ce qu'on appelle les quartiers. On a plusieurs quartiers, lesquels on a le quartier Q1, ce qu'on appelle Q1. On a médian, MD. On a Q3. هاد الأربع، هاد الأربع غادي نحددهم تلاقا من هاد المنحنى. يعني لما متلتيش المنحنى إكزاكت غيخرج لك Q1 و Q2، كنقولو MD ولا Q2 و Q3 غيخرجو لكم غالطين. يعني ضروري خصك تمثل بشكل اللي هويا بيان سور بشكل جيد وبشكل اللي هو محدد جدا هاد لا كوب كوميلاتيف. داكوغ نمشيو لكي ان اربع كي ان، كي ان بيان سور باش كنمثلها ال كويسبوندون ا لابسيس دو لوردوني 75%. غنمشيو لابسيس غنمشيو لوردوني غنمشيو لهنايا فلاكس دو لوردوني داكوغ فلاكس دو لوردوني غنمشيو نحدد 75%، 75% غتكون ما بين 70 وما بين 80 داكوغ 75%. وغادي ندير بهذا الشكل هذا الإسقاط على بيان سور على لا كورب كوميلاتيف، ندير ديال 75% على لا كورب كوميلاتيف في بيان سور اون فيغ لا بروجيكسيون ديال 75% في لاكس دو لابسيس وكنحدو Q1. Q1 هنا تقريبا جات قبل من 0.40، غتكون 42 تقريبا داكو، حيتاش هاد القيم اللي قبل من 0.40 غتكون اكبر من 0.40 والقيم اللي مورا 0.40 غتكون اقل. داكو دائما لا تعقلوا عليه، Q1 هي داك القيمة اللي مقابلة مع 75، غنمشي نحدد 75 دائما وكندير الإسقاط مع لا كوب كوميلاتيف، كندير لانتغسيكسيون مع لا كوب كوميلاتيف وكندير الإسقاط. هذيك القيمة اللي غادي تخرج ليا هي Q1. غير Q1 حاولوا أنكم تحدوها إكزاكت، حيت بزاف ديال التلاميذ لاحظت أنهم مكيقدروش يحدو Q1 هاد القيمة هادي، دائما كنشوف القيمة اللي قبل والقيمة اللي من بعد. دائما هاد القيمة مثلا 0.40 بما أن هي جات قبل 0.40 يعني هاد القيم مثلا 0.5 القيمة اللي قبل منها راه كبر منها، 0.63 القيمة اللي قبل منها راه كبر منها، الوغ كو مثلا 0.4 القيمة اللي موراها راه صغر منها، حيتاش حنا غادي نجيو فاصون ديكواسونت. 0.40 يعني تقريبا إلا كانت هنا 0.41 42 داكوغ. هادي Q1. Q2 مقابلة مع 50%، غنمشي هنايا لاكس غنمشي 50% وغندير عاود لا ميم شوز، غندير لانتغسيكسيون ما بين بيان سور 50% مع لا كوب كوميلاتيف وكندير بروجيكسيون. هاد القيمة اللي غتخرج ليا هي سكون ابيل Q2. Q2 0.50 قبل منها غتكون 52 53 داكوغ. Q3 تاهي
هنا مقابلة مع 25، أمشي 25 غندير لا ميم شوز، غندير لانتيرسيكسيون مع لا كوب كيوناتيف بلو لا بروجيكسيون هي كيو 3 صفر 63 قبل منها، يعني غتكون تقريبا هنا 65. واضح أعتقد على كيو 1 كيو 2 كيو 3. كيو 1 دائما القيمة اللي مقابلة مع 75، كيو 2 القيمة اللي مقابلة مع 50، و كيو 3 القيمة اللي مقابلة مع 25. هنا بعد ما حددت كيو 1 كيو 2 كيو 3 اللي غادي يفيدني، غادي نحسب لي فالور اون فا سون اوتيليزي بور كالكيلو سكو نابيل لانديس دو كلاسمون، يعني ميدال ترتيب كي سابيل اس 0 لانديس دو تراسك. هاد كيو 1 كيو 3 غادي ينفعوني باش نحسب ما يسمى ميدال الترتيب لانديس دو تراسك اس 0. اس 0 الي تيغال لا راسين دو كيو 3 سور كيو 1. كيو 3 غتكون ديجا عرفتي القيمه ديالها، سور كيو 1 اللي غتكون حددتي القيمه وبالتالي غتكون حسبتي اس 0. داكشي علاش التحديد ديال كيو 1 كيو 3 مهم جدا باش ان تخرج النتيجه ديال اس 0 صحيحه. باغ لا سويت هاد اس 0 فاش غتنفعني؟ اس 0 اون فال ليتيليزي لي فالور دو اس 0 بور ايفالوي لو كلاسمون دو سابل اتيدي. هاد اس 0 غتنفعني باش نعرف الترتيب ديال الرمل. اس 0 الى لقيتها باغ اكزومبل اصغر من 1.23 اوتوماتيكمون كلاسمون دو سابل تري بيان كلاسي، يعني ترتيب جيد جدا. الوغ كو الى خرجت لي في اس 0 كومبري اونتر 1.23 باردون او بيان 1.41 نقول ان لو سابل اي بيان كلاسي، ترتيب جيد. الا كانت با اكزومبل اس 0 محصوره ما بين 1.41 و 1.74 كلاسمون موين، يعني متوسط، ترتيب اللي هو متوسط. الا كان با اكزومبل اس 0 لقيتها محصوره ما بين 1.74 او تساوي اصغر او تساوي واصغر قطعا من 2 كنقولوا انه موفيز كلاسمون، يعني ترتيب غير جيد. الا كانت اس 0 سوبيريور او ايكال 2 كنقولوا انه كلاسي، يعني غير مرتب. جيسبر انه يكون واضح. باغ لا سويت من بعد ما رسمت هذاك لو لا كورب كوميلاتيف on peut déterminer غادي نعرفوا لوريجين دو سابل étudié en comparant sa courbe cumulative avec des courbes de référence de sable des milieux connus. Donc يكونوا عندنا ديجا ce qu'on appelle des courbes de référence. courbes de référence يعني منحنيات مرجعيه، هذه كيتعطاو لك في الفرض. داكور، شنو كدير نتايا؟ كتكومباري هذيك لا كورب كوميلاتيف، داك الرسم اللي رسمتي لا كورب كوميلاتيف مع هاد لي كورب اللي كيتعطاو لك في الفرض. داكور، لا كورب اللي كيشبه شي واحد من هاد لي كورب راه هو لو ميليو بيان سور ديالو، لو ميليو كوني هذاك هو. مثلا با اكزومبل لا كورب ديالك خرج كيشبه لهاد لا كورب، هذا كيشبه هاد لا كورب مثلا بتيت غروند بي، اوتوماتيكمون غتقول سابل مارا كوتيير. داكو، يعني رملي هو بحري شاطئي. الا كان خرج كيشبه في الشكل ديالو اللي رسمتي هذاك المنحنى التراكمي خرج كيشبه لهذا السي، اوتوماتيكمون غتقول سابل فلوفياتيل، يعني رمل نهري. الا كان خرج كيشبه الدي بهذا الشكل هذا، اوتوماتيكمون سابل صحاريا او ايوليان سي لا ميم شوز و انسي دو سويت. دونك هنا كنكون انهينا الحصه اللي كان هاد الحصه خصكم تعرفوا ان هاد الحصه مهمه جدا وهي اللي كتحط في الفرض. هاد لابارتي هادي هي اللي كتحط في التمارين ديال الفرض الاول، يعني لا كورب كومون تراسي لا كورب اي ليستوغرام دو فريكونس، كيفاش نرسم مدراج ومنحنى التردد، كيفاش نرسم كومون تراسي ليستوغرام اي لا كورب كوميلاتيف، يعني كيفاش كيفيه ديال الرسم ديال مدراج ومنحنى التراكمي، وكذلك تحديد كيو 1 وكيو 3 وحساب اس 0 سكون ابل بيان سور لانديس دو تراسك، اي بوي
بيان سور ديتيرميني لو كلاسمون. يعني هاد الحصه راه مهمه جدا، حاولوا انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تفهموا كاع العناصر. الا فهمتي هذا الشيء كون اكيد ان شاء الله باذن الله غتضمن النوت ديالك في الفرد الاول. وحد موفق تلامذتي الاعزاء.